السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. سنتعرف معا في هذا الفيديو على محتويات علبة السامسونج جالكسي A52 5G، كما سنتعرف أيضا على السعر الذي ينزل به، السعر الرسمي الذي ينزل به هذا الجهاز. لمن فاته فيديو مواصفات سعر مميزات وعيوب الجالكسي A52 5G ستجدون الرابط في أول تعليق. أما قبل أن نبدأ هذا الفيديو أصدقائي، لا تنسوا الإعجاب بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا، لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار وتطورات التكنولوجيا أولا بأول. ومع فتح العلبة أصدقائي، أول ما نجده هو الجالكسي A52 الجهاز بحد ذاته. بعدها نجد كيبل الشحن USB Type-C، بعدها نجد الشاحن بحد ذاته. هذا الشاحن يأتينا بسرعة 25 واط، سيعطيك تجربة شحن من 0 إلى 100% في حوالي 55 دقيقة. وآخر ما نجده في العلبة أصدقائي هو هذا الصندوق الذي نجد فيه مجموعة الكتب المانوالز الخاصة بالجهاز، كما نجد فيه الإيجيكشن بين الذي يمكننا من فتح مدخل الSD. بالنسبة للسعر الرسمي للسامسونج جالكسي A52 5G، سيتوفر هذا الجهاز بسعر حوالي 430 يورو، ما يعادل 460 دولار مع النسخة الأقل. سعر مقبول أصدقائي، لا يعتبر غالي أو رخيص، الجهاز هنا عادي، فئة متوسطة بمواصفات ممتازة جدا. يأتينا أيضا داعم لل5G، عيبه الوحيد أنه يأتينا مع شاحن 25 واط. ما عدا هذا، الـ A52 يعتبر صفقة جيدة جدا أصدقائي. وصلنا إلى ختام الفيديو، كان هذا تجربة الأنبوكسينج الخاصة بالجالكسي A52 5G. أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. لا تنسوا الإعجاب بالنقر على زر لايك، سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكراً.